محكمة الشيخ مع الأخ إيهاب من لبنان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك حال الشيخ؟ إن شاء الله مرتاح. حياك الله وإياك، تفضل. الله يحييك دائما، هيك منور. فضلت الشيخ، أنا حقيقة مرات لما أحس بالتعب أنظر إلى وجهك الكريم البشوش، لأن النظر إلى وجه العالم عبادة. عندي سؤال فضلت الشيخ، أنا كنت في حرب. تفضل. أنا كنت كنت في حرب تموز، كنت أساعد الروافض في حزب الله، هل أثر على ذلك؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بس عفوا حقيقة هل عدت من ذلك؟ هل عدت إلى رشدك وتبت إلى الله من هذه المساعدة؟ نعم، كنت أساعدهم ضد إسرائيل، هكذا كان نيتي، هل أحاسب على هذه النية؟ طيب. نعم، على هذه النية. انقطع الاتصال مع إيهاب من لبنان الذي قال سماحة الشيخ إنه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون أنهم يحاربون إسرائيل معتقدا أنهم على حق، وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ أنت إذا كان قصده هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح، وإلا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين، ما يجوز، لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر الله ويتوب إليه. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج الأخ أبو معاذ يقول، ما حكم التوبة؟